غزلان شباك <تضحك> لعبة فريق الجيش الملكي <تضحك> انا في الصغر ديالي كنت كنصحاب راسي باللي بوحدي بوح اللي كنلعب بوحدي اللي كنلعبنا الفوت في يعني كان عاد بالي من بعد يعني كنلقى الفروق كنلقى يعني كاينين البنات قبل مني بزاف حتى هما كيلعبوا هكا تما كاينات بغيت انا نمارس في نادي ونكون يعني نتأطر ون يعني نمشي فيها بعيد وداكشي اللي كان الاب ديالي كان دخلني اول فريق ديالي اللي كان حدانا في الحي فريق البرنوسي ومن بعد مشيت للوداد تما فين 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 بغيت نكمل راه كنكونوا لاعبين في الطيغه وكتسمعي شي شي بعد الخطرات شي دي كومونتير اللي كي اللي كي كيردون ال يعني لواحد العهد الجاهلي يعني واحد ال يعني كردونا لواحد البيرود اللي قديمه بزاف وحدات يعني بنادم تيقول وا سيري ديري المعان سيري هذا سيري هذا لعبوها هاد الدراري بقى غير البنات يعني كتلقاي دي كومونتير اللي بعض المرات خصهم كيفشلوا ما الحمد لله احنا كنقولوا بان داك السيد ما فاهمش يعني ما خصناش نمشيو معاه في الافكار ديالو الكره حاليا ولات قراية ولات قرايه ولا تاكتيك ولا سيستم ولات, ولات كونديسيون فيزيك ولا هادشي كامل تيتخدم يعني خصوصا راه كيف ما كنشوفوا حنايا في لاكوب دي ديال البنات راه كنشوفوا واحد النيفو اللي طالع بزاف يعني كنشوفوا بان كيفاش البنات كيلعبوا كيفاش كيبقاو يعني مجارين الماتش يعني 90 دقيقه بواحد النيفو اللي اللي طالع بزاف دونك هادشي كامل غير خدمه راه ما فرق ما بين دري وما بين بنت سيكو الخدمه انسان تيخدم بزاف تي تي, تي بزاف تيوصل ل... تيوصل لواحد النيفو اللي كبير دونك ما كاينش داك الفرق غير حنا اللي تنبغيو شن... شن... نديروه في عقلنا وصافي